ألقيت في الفضاء في سجن شاتو ديف لأجد في انتظاري يأسا مخيفا لا نهاية له. كان السجن حزنا مانعا بني لمواجهة الأعداء، وعشت في داخله معزولا عن الزمان والمكان. في ذلك السجن المظلم لم يكن أمامي سوى تحمل المعاناة. أخرجوني من هنا، اقتلوني واريحوني من هذا العذاب. سأتمسك بالأمل، سيخرجني من هذا المكان، وعندئذ سأنتقم من أعدائي. سأعثر على الذين سرقوا أحلامي سحقا لشرورهم. سأعاقبهم على فعلتهم، سأنتقم منهم. أما من أحد يساعدني؟ أما من أحد يحقق غايتي؟ أما من أحد يسمعني؟ أرجوكم أخرجوني من هذا المكان.